مس هفشم دي بقى هتعلمك الدنيا ماشيه ازاي. استنى اسمع كويس. ادي مس هفشم ريتش إلدرلي ليدي، تمام؟ خلي بالك ست ثريه جدا، عايشه شبه بالاس اصلا. دي مس هفشم ده، هي سبحان الله يا ولاد، لما تبص لشخصيتها وتركيبتها المعقده تبقى في ايه قرانيه عظيمه انت عارفاها، ونفس وما فألهمها فجراء وتقواها، ولازم عشان تعيش الأنفس ثلاثة، نفس مطمئنة للجنة إن شاء الله زي ما ربنا خاطب سيدنا موسى عليه السلام، ولتصنع على عيني، في عيال مصنوعة كده بعين ربنا سبحانه وتعالى. تلاقي البنت ملتزمة حافظة قرآنها، صلاة الفجر في تايمينج معين، ماشية على القبلة إن شاء الله، نفس مطمئنة. وأنت الوحيدة في الجيل ده شايفة النفس الخبيثة، خش على أي قناة كده شوفوا الانفجارات اللي بتحصل في غزة وبيدبحوا البشر، وقبل كده راحوا العراق حبيبتنا دمروا ناس سافيك للدماء، ناس لازم ربنا يولع فيها. يبقى دمت ايه انت مدركة بإحصاء، انما الانفس اللي في القاعة كلها ان كونفليكت. يعني كونفليكت في حالة ايه؟ صراع بين الخير ها والشر، ودي نفس عظيمة اوعى تقلل من نفسها. يعني الايمان يزيد ها وينقص، وربنا اقسم بالنفس اللوامة لا اقسمه بيوم القيامة ولا اقسمه بنفس ايه. ودي في حاجة لسه قريها امبارح كده اول امبارح عجباني قوي، ان الصبيان بالذات ركزوا معايا في اللي انا بقوله، لما تكون في حالة من الايمان ما تبقاش تطوس او فرحان بنفسك، لان ممكن دمعة عاصي فوق اللي انت بتعمله كله. يا يعني ربنا بيقبل التوبه عن عباده. اتنين، لو قدر ربنا ارتكبت ذنب ما تسوقش فيها والشيطان يغويك وتنحرف بقى، لا ارجع تاني عادي، توضح تنضف نفسك تاني، صلي ركعتين واستثمر الذنب. دي اول مره اعرفها المعلومه دي، عاملك استثمر الذنب. استثمره ازاي؟ عشان اتوب لربنا ارجع تاني اصلي وارجع تاني اعبده وارجع تاني اتصدق وارجع اعطف على الناس واساعد زمايلي عادي واعمل حاجه خير، احاول اعمل خير.